السلام عليكم الاخوان، غادي نهضر هذا النهار على ديتيكتور دو موفمون. ديتيكتور دو موفمون واحد الجهاز اللي كيلعب دور لانتيريبتور كما كتشوفوا. هو مثلا عندنا في الكارتونه ديالو شكل جديد، لا مارك ديالو هي كتبان لا مارك ديالو، وحنا غادي نحلوه ان شاء الله الرحمن الرحيم ونشوفوا لي سيتاب ديال لانستالاسيون ديالو كيفاش خصنا نحطوه. كنحيدو الميكا ديالو، كنحيدو معاه الداتا شيت ديالو ولا الورقة ديال المعلومات ديالو، كنقراو المعلومات ديالو بتمعن حيت فيه كل المعلومات اللي بغينا، كيفاش لانستالاسيون، شنو كاتيغوري، شمعنى دي بروتكسيون، كيفاش يمكن تبرونشا. بعد ما كنردو داكشي كنردو الورقة في الكارطونة و كنبداو نخدمو. هنا ردينا الورقة في الكارطونة، إذن غادي نشوفو ديتيكتور ديالنا كي داير، كيفاش كيطيح، و باش غيتبرونشا و كيفاش غيتبرونشا. بعد ما حيدناه من البلاستيكة ديالو غنحيدولو ديك الغطا، الغطا البيض ديالو. إذن حيدنا ليه الغطا البيض ديالو كما كتشوفوه، لا مارك باينة كوبان. حيدنا ليه الغطا، كيبان لينا لي ريغيلاتور ديال لو طون، تايم و ليكس. تايم هي الوقت اللي غيشتغل به ويقطع، و ليكس هي لا كونتيتي دو ليميير بار متر كاري، يعني كيخدم في الشمس في 300 ليكس، في 30 في 0 ليكس. كنريكلوه باش ملي كندورو الطورنوفيس كنريكلو لا بوزيسيون اللي بغينا. هنا حنا ركلنا 30 سكوند، كنردو ليه الغطاية ديالو و كنوجدو الماتيريال ديال البرونشمون ديالو، واحد ليد ديال 8 واط اللي غنخدمو بيها هنا، و ديجانكتور دو زونطري ديال 2 أمبير راه سيفيزون، حيت 8 واط غادي يستهلكو يلاه 0.0 تقريبا 4 امبير. حنا غنديرو البروتيكسيون ديال 2 امبير فهاد الصداد، كنقول علاش لي زليكتريسيان كيخدمو لي بروتيكسيون ديال 10 امبير لشي حاجه اللي ما كتاكل حتى 1 امبير. خصنا نهبطو لي ديجانكتور 6 امبير 2 امبير لي كاليراج. غنحلو هاد الفيس باش يمكن لينا لاكسي لي بورن ديال الكابلاج. بعد ما حيدنا الفيس حيدنا لا بروتيكسيون، اذا لي كابل ها هما هنا باينين، ال داخل هنا و لو بولا خارج ليها من هنا، و النوتر داخل في لوطخ. غنبرونشي و غندير لا سي، هاهو النوتر غادي الشاه ديالو اصاط البولا، النوتر مع البولا و الفاس غادي الجهة ديالو. الديجانكتور غنطلعو غيعطينا السينيال ديال لا سي. حنا طلعنا الديجانكتور هو عطانا السينيال، اذا راه خدام، هو ديتيكتا بعد 30 سكوند غادي يطفى. دونك دابا غنشوفو لا سونسيبيليتي ديالو، لا سونسيبيليتي ديالو هي واش غيخدم لينا في 300 ليكس، واش غيخدم لينا في 30 ليكس، واش غيخدم لينا في 0 ليكس. ها حنا درناه في 0 ليكس ديمارا، ولكن ملي غنشعلو ملي غيطفى ونشعلو ليه البيل يعني نشعلو ليه الضو ما غاديش يخدم، واخا اكسيتي راه عنقر ما غاديش يخدم. ها هو ليكسيتاسيون ديالو طاطات، دونك ها هو في 300 ليكس خدام، حيت لا ليميير اللي عندنا ما وصلاش 300 ليكس. ملي غنردوه ل 0 ليكس ولا 30 ليكس ما غاديش يخدم لينا. ها هو في 30 0 ليكس، حنا غيخدم في مينيموم، واخا نكسيتو بصباعنا ما غاديش يخدم. رديناه للصولا يعني يخدم حتى في الشمس، ها هو خدم قل من 300 ليكس ما كتشوفو. كان اكسيتيو ما كيخدمش لينا، اذا هذاك سونسور ديال ليكس
لي كونديسيون اللي غنخدم فيهم هاد ديتيكتيف. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو، وكنتسناو الاقتراحات ديالكم في اي فيديو في اي مجال بغيتو، غادي نحطو ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.